المشكل هو ضعف الإدارة التونسية. محمد علي فتحلي أستاذ تعليم ثانوي قري مادة التربية المدنية، ناشط في عدة جمعيات من بينها جمعية ياسمين فاونديشن. نحن الورقة السياسية متاعنا اللي خدمنا عليها أنا وزملائي هي الإصلاح الإداري ومدى قدرة الإدارة التونسية على استيعاب اللامركزية. بدينا ورقتنا السياسية معناها بالتعرض لوضعية الإدارة التونسية، وضعية الإدارة التونسية اللي هي إدارة بيروقراطية تطبع عليها معناها تعقيدات قانونية وتعقيدات هيكلية، خاصة وأنه هذا ما تصرح به الحكومة وكل السياسيين، معناها يقولوا إدارة متضخمة، إدارة معناها فيها بطء كبير، واللي تسببت معناها في معناها نتائج اجتماعية واقتصادية معناها سلبية على تونس، وذلك عليه صار التفكير معناها في تطويرها. والأكثر من ذلك أن الإدارة التونسية مقبلة على محطة دستورية هامة وهامة جدا اللي هي تطبيق تنزيل اللامركزية بعد الانتخابات البلدية. خاصة نحن معناها الفريق متاعنا معناها قسمنا الأدوار وخدمنا معناها على أكثر مستوى، معناها لقاءات مع بعض السياسيين، معناها لقاءات مع بعض الموظفين الكبار الموظفين في الإدارة التونسية، وعلى رأسهم سي الهمامي اللي هو اللي أشرف على كتابة المشروع القانون تاع الجامعات المحلية، واللي من خلاله فهمنا اللي اللامركزية هذه معناها هي ضرورة معناها للإدارة التونسية، لكن مع ذلك لابد الإدارة التونسية من أنها تطور نفسها لاستيعاب هذه الضرورة اللي هي معناها محطة جديدة. نحن البدائل متاعنا اللي باش قدمناها في الورقة السياسية هي تخدم على زوز محاور. المحور الأول هو البديل القانوني، إذا كان عندنا نصوص لابد من أنها تواكب التطور هذا معناها الدستوري القانوني، خاصة لابد من صياغة نصوص جديدة أو تنقيح ما يمكن تنقيحه أو إلغاء نصوص عفى عليها الزمن واللي هي تعطل الدار. المسار الثاني اللي حبينا نخدم عليه هو المسار الهيكلي والمسار الوظيفي، معناها هيكلة الإدارة والتكوين داخل الإدارة التونسية. معناها حبينا نوجه توصيات في هذا الإطار اللي لابد من الانتباه لها وأخذها بعين الاعتبار، معناها على مستوى هيكلة الإدارة، معناها التخفيف، مكث الثقل الإداري، تكوين الموظف، العلاقة بين الإدارات، رقمنة الإدارة، تحديثها، جعلها مواكبة لأحدث النظم التسيير الإداري، وغيرها من التوصيات اللي نجم نقراها في الورقة السياسية.